يعني كسي في كمستوى كمشاركة ما حد يعني عليه، لكن في مشكلة وذكرها الدكتور، أنه الدكتور ذكرها كميزة، أنا أشوفها العكس أنها سيئة، هي أنه خشن وعنيف، وهذا يعرضه للطرد وعنده 4 كروت، والله يستر بكره ما يصيب احد اللاعبين. ما قال الدكتور انها ميزه، منين قال انه ميزه؟ قال اذا قالت انها ميزه، لا ما قال ميزه، قلت له يمتاز باللعب الخشن والعنيف. مش يمتاز ميزة. يعني يمتاز وش معناها؟ لا لا باللغه العربيه يمتاز، يعني يمتاز لحظه لما نقول محلل صدى الملاعب عبد العزيز الدغيتر يمتاز بخفه الدم، قد تكون ميزه وقد لا تكون ميزه، بس هي اللغة الاستضاح، يمتاز مثلا بالشعر الناعم، يمتاز بالوسامة، يمتاز مثلا بأنه ما أوكي كل اللي جبتها، عفوا يا أبو كرم خلينا نترك اللاعب كل اللي جبتها أمور إيجابية، وسيم شعره زين، لكن بيطول بالحكي، يمتاز بأنه بيطول بالحكي ميزة هذه؟ دقيقة، لا لا مو دقيقة، أوكي طبعا، إلا طبعا وجل البرامج وش قامت على إلا قامت على الحكي، حتى الممثل يحكي، حتى المطرب يحكي، لكن خلينا باللاعب، خلينا نركز باللاعب. هل الخشونة والعنف ميزة؟ لا لا، أنت الحين لو بالشارع تحصل واحد، لا يا ابن الحلال، يمتاز يعني أصدق يمتاز، قال لك يمتاز يعني يمتاز. إيه؟ صفة لو قال صفة عليه أدجكتيف، أدجكتيف صفة، أدجكتيف. دقيقة، ما في دقيقة، خلص الوقت بدنا نكمل البرنامج. لو قال الدكتور يا مسلم، لا لا لا، لو قال الدكتور يمتاز بالقوة، يمتاز بالقوة أنا أتفق، لكن يمتاز باللعب العنيف والخشونة لا بالله مي بميزة، وأربعة كروت عمر دليل على كلامي، 95 أصفر، 95 أصفر خلاص، أيوة بس. تمتاز بأنك إنه من قلك راح يخلص البرنامج وما بتضلك تحكي، هذه ميزة ولا مو ميزة؟ مدد ما مدد التلفزيون أبي، لأنه التلفزيون أبي هذا مدد، شنو هو يلا طارق إبراهيم مدد، أعطونا يا شباب شو اللي مدد؟ لا شل هالبرامج اللي تقول وما أدري وشات وما أدري وش هذه، أنا ماني بعرفها شنوها، إلا الدعاية، لأن الدعاية رزقنا على الله ثم عليها.